والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بداية، كم عدد كتبي أو كم عدد الكتب السماوية؟ بعد ما أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب السماوية سوف نبدأ بالتالي. هي عبارة عن 4 كتب سماوية وهي كالتالي: أولا التوراة التي أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، ثم أنزل الزبور على داود عليه الصلاة والسلام، ومن ثم أنزل الإنجيل على سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، أيضا أنزل بعد ذلك القرآن الكريم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ليكون خاتم الكتب السماوية وآخرها. فبالتالي أتمنى أعزائي بأنكم حصلتم على الفائدة والمعرفة اللازمة بإذن الله سبحانه وتعالى، وألقاكم في حلقة أخرى وجديدة.